طيب دكتور، وصلنا إلى الفيديوهات. فيديوهات. خلينا نشوف المقطع الأول. يضع ذا النمونة اللي تبطي منه، ثم إذا قابلته قروه عدك حي. لا والله لم أخذنا إجازة من المقبرة وجاي نسلم عليك، أنت وجهك لك أن حديث ضربتها شمس. تعليقي. شوف، هذا والله بطل الولد، هذا ساخر وقال كلام. أنا دائما أقول أن السعوديين أحيانا في الغالب ما عندهم لباقة. واحد يشوفك يقول لك ما شاء الله انت حي، ولا مره واحد سلم عليك قل من يحيي العظام وهي رميم، يتكلم علي انك اني انا رميم كنت وذا، ولا يقول لك وزنك زايد، ولا يقول لك شو وجهك انه مكفخ، ولا ما شاء الله جيت، ولا ما شاء الله جيت، ما شاء الله وينك. ما في لباقه، ما في حسن الاستقبال. هذا ترى دائما تسمعه حي والله ما ادري وش. لازم نتعلم الالفاظ، اهلا بك، طله العسل، يا سلام، الشمس معقوله تشرق في الليل، كان يكون كلام رومانسي. علمنا انت كلام الرومانسي، طلع لنا من المخزون اللي عندك. بعدين بعد البرنامج. طيب خلونا نشوف المقطع الثاني اللي اخترناه. تقهوي بس واثنين والله على الله ابوس جوالات. يقول ما عاد باقي في المجالس تعاليل، راحت سنين الفرفشه والوناسه، انقلت هات وسالفه يا رجاجيل كلن على الجبال. مقطع ما عاد بالمجالس وناس ابدا. شوف، الله يذكره بالخير، واحده قريبتنا ام صالح هذه واوجدت حل هالمشكله. يجون عيالها يزورونها وحاطه خيشه اسمها خيشه ام صالح، لا دخلت البيت تحط جوالك في الخيشه وتقعد مع ام صالح، يجي تطالع تاخذ زي الكروت حقت الافراح، لما تدخل فرح ياخذون جوالك ويحطون على اسمك عشان ما تصور. هذا الحل، لانه مو معقول يا اخي تتكلم مع الناس ويقعد يلعب في جوال. انا معك انه ضروره واحيانا اتصال، لكن لازم يكون علاقتنا الانسانيه الحميمه بعض الوقت. انا مثلا بالقراءه حليتها، كل ساعتين انظر الجوال مره، اقعد ولا احطه في اختلاط، ما في اختلاط، الجوال فوق وانا تحت في السطح اقرا، لان خلص ساعتين. لأن لازم انت تسايس نفسك وتمشي الامور الا اذا عندك اعتراض. لا ما شاء الله تبارك الله على الزخم اللي عندك، لا في واتساب ولا في القراءة، ما شاء الله تبارك الله، التنظيم، ولا في السفر، التنظيم. يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني قل ما شاء الله تراك منكم يهر الخرج عيونكم حارة. أنا أغبطك ما شاء الله على تنظيم وقتك. التنظيم والله السر في تنظيم الوقت ليس فيه التنظيم، نظم وشف، ولا تعال نظم لك وقتك. طيب.